رأينا أن أول ما قامت به إيران هو الاحتكاك والتماس مع العراق، ودخلت في حرب لأكثر من 8 سنوات، وهذه مرحلة معروفة. نعم. ثم بعد ذلك رأينا أن إيران تواجدت بقوة في مرحلة بداية التسعينات بعد أعمال غوغاء التي كانت في جنوب العراق، والتي حاولوا من خلالها تقديم ما يسمى المعارضة العراقية إلى الداخل. ثم بعد ذلك مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي، وما بعد ذلك رأينا أن رفسنجاني وعبطحي وغيرهما قالوا أنه لولا إيران لما تمكنت الولايات المتحدة من احتلال العراق. إذن نحن أمام تناغم وتعاون واضح بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية في الملف العراقي. تبقى هذه الميليشيات مع الأسف هي الحاكم الفعلي في العراق اليوم، على الرغم من أن المادة 9 باء من الدستور العراقي تقول يحظر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية. وهذا يؤكد أن من صاغوا الدستور العراقي ضربوه بعد أن وجدوا أن أوامرا إيرانية قد صدرت إليهم بضرورة أن تكون الميليشيات هي الحاكم وهي المتحكم وهي المتنفذ في المشهد العراقي. اليوم هنالك حالة ينبغي التطرق لها والوقوف عندها، وهو أن نوري مالكي نائب رئيس الجمهورية ما زال حتى الآن يملك القوة، يملك المال، يملك ميليشيات تابعة له، وبالتالي هذا يؤكد أن مجمل العملية السياسية في العراق قائمة على قوة الميليشيات، وهذا يعني أنه لا توجد دولة حقيقية أو دولة مؤسساتية في العراق بعد عام 2003، وهي حتى الآن هي دولة ميليشيات بامتياز، وهذا يؤكد فشل الذين جاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية في عدم قدرتهم في بناء دولة على الأقل تكون دولة مقبولة ببعض المقاييس، إلا أنهم في غالبية هذه المقاييس المعتبرة للدول قد فشلوا فشلا واضحا وذريعا. والإحصائيات المعروفة للجميع دائما تجعل العراق في ذيل قائمة، سواء كان من ناحية الأمن أم من ناحية الاقتصاد أم من ناحية البيئة أم من غيرها من النواحي التي تخدم البلد والمواطن. إذن نحن أمام حكومات فاشلة بامتياز، وهذا الأمر ثابت بشهادات دولية وأقليمية وربما محلية.